دلوقتي خلونا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فأعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار الأنشطة القرآنية المتنوعة تعقد المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها 846 مقرأة عقب صلاة الظهر اليوم بالمساجد الكبرى في الجمهورية، واللي بتقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي، بحيث تصل عدد الختمات القرآنية لأكثر من 40 ختمة. النهاردة هتبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهي بتصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير من يوم الاثنين الماضي، فيما تبدأ الكنيسة الكاثوليكية اليوم 18 مارس. النهاردة هيصل منتخبان نيوزيلندا وتونس للقاهرة للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر اللي هتقام خلال الفترة من 22 ل 26 مارس الجاري.